بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية في القرآن. أعزائي الطلاب مستوى رابع مستوى ثالث قسم الصيدلة، أو بالأخص طلابي الكرام في كيمياء العقاقير. كيمياء العقاقير في الأسبوع الأول أو في المحاضرة الأولى وقفنا عند إيش؟ عند تصنيف القلويدات. تصنيف القلويدات، هنا وقفنا تصنيف القلويدات طبقا للأحماض إيش؟ الأمينية. وصنفناهم، قلنا إنه تصنف القلويدات طبقا للأحماض الأمينية إلى الأورنيتين درايفز القلويدز، ليسين درايفز القلويدز، نيكوتين أسيد درايفز القلويدز، تيروسين درايفز القلويدز، تريبتوفان درايفز القلويدز، إنترانيليك أسيدز أند هيستيدين. وهنا معك أمثلة، هنا أمثلة. وهنا إيش الآن؟ أورنيتين مثلا تروبان قلويدز المجموعة مين؟ مجموعة الأورنيتين. البرولدين مجموعة مين؟ أورنيتين. ليسين مجموعة مين مثلا؟ بيبريدين، الكوينولوجيدين أند إندوليزيدين. هنا مثلا ذا نيتروجين أتوم، ذرة النيتروجين في القلويدة، نمبر أوف نيتروجين أتوم. إذا ذا القلويدز ماست هاف، ممكن القلويدات تحتوي على كم؟ ممكن القلويدات تحتوي على كم الآن؟ على ذرة نيتروجين إيش؟ واحدة. ذا نيتروجين إيش؟ أتوم. ذا نيتروجين أتومز ممكن تكون إيش؟ ذرة نيتروجين إيش؟ واحدة. One nitrogen atom in their structures. ممكن تحتوي أيضا على more than one، أكثر من ذرة نيتروجين واحدة، ممكن تصل لخمس نيتروجين atoms. فلنظمن النيكوتين، تصل عدد ذرات النيتروجين أتوم في مركب النيكوتين إلى 2 ذرات نيتروجين، بينما في الأربوتامين قد تصل لخمسة نيتروجين أتوم. هنا the amino add groups، amino groups the type of amino group. الأمينات عادة أو المجموعات الأمينية الموجودة في القلويدات ممكن تكون primary amines. primary amines هذه المركبات نطلق لها primary إيش؟ أمين. primary amine. إذا primary amine، primary amine هنا for example nor pseudoephedrine. وده تذكروا إنه الفرق بين الإفيدرين والسيدوفيدرين هي إيش؟ درجة إيش؟ الميثايل. إذا إحنا قلنا النور سيدوفيدرين مركب منزوم مجموعة من الميثيل. إذا الآن إيش الفرق بين الآن الإفيدرين والسيدوفيدرين؟ الإفيدرين يحتوي على مجموعة إيش؟ ميثايل. ميثايل يحتوي على مجموعة إيش؟ ميثايل. الإفيدرين يحتوي على مجموعة ميثايل، بينما النور سيدوفيدرين منزوم مجموعة الميثايل. وكلمة نور إيش تعني؟ نور سيدو إيش؟ إفيدرين. السكندري أمينز، إذا التريبتشري إيش؟ أمين جروب. تريبتشري أمين جروب اللي هو النيكوتين أند أتروبين. فور إكزامبل كورتينيري أمينيوم اللي هو التوبوكرين. وهذه المركبات أو هذه المجموعات بتلعب دور كبير في الذوبانية وأيضا إيش؟ في القاعدية. كذا تقل الذوبانية، تقل الذوبانية، يعني الآن البرايمري أمينز بيكون إيش؟ أكثر ذوبانية، سكندري أمينز أقل ذوبانية. تريتشري أمين بيكون إيش الآن؟ غير ذاب. ما علينا، هذه الرابعة هذا عبارة عن سولس. هنا البريمي أمين تزداد القاعدية، أقل قاعدية تزداد القاعدية أوكي، تزداد القاعدية كذا تقل إيش؟ الذوبانية. طيب توبوكرورين مركب معقد صح؟ الفيزيكال كيميكال بروبرتيز، أول حاجة زي ما قلنا الكونديشن، حالة المركبات موست القلويدز ار كريستالاين سوليد، كريستالاين سوليد، سام ار ليكويد. اذا معظمها مركبات بلورجية صلبة مع وجود استثناءات. هذه الاستثناءات مثلا زي النيكوتين والكونين، هذه مركبات قلويدية ما لها، سائلة متطايرة. نيكوتين عبارة عن ليكويد سبستانسز، ليكويد سبستانسز، والكونين ايضا ليكويد سبستانسز، ولكن ايش الحالة بتكون متطايرة. البلوكربين والهيوسين ايضا بتكون ايش الان؟ قلويدات سائلة ولكن غير متطايرة. الكلر اللون، معظم القلويدات تكون عادة ايش؟ كلرليس. معظم القلويدات ار كلرليس، تكون عديمة ايش؟ اللون. بعضها صم كلرليس. فور اكزامبل كورشيسين والبربرين، هذا عبارة عن مركبة ايش؟ ملونة صفراء ايش؟ اللون. سولوبلتي، معظم القلويدات بيسس اند ذير سولت ار سولوبل ان الكحول. جنرالي the bases are soluble in organic solvents and insoluble in water. شوف الان هنا ايش يقول لك؟ بشكل عام the bases are soluble in organic solvents،
the bases are soluble in organic solvents. بس ما هي المركبات القاعدية الدائبة في المركبات العضوية؟ القواعد تدور في المركبات العضوية هي strong bases. Strong bases لأنه في معانا الآن بتكون استثناءات. في استثناءات وهي إيش الآن الموسمة عندنا بال weight bases والneutral base. هذه المركبات تدور إيش في الماء وتدور في المركبات إيش العضوية. إذا strong bases تدور فقط في المركبات العضوية ولا تدور إيش في الماء. الآن السؤال ما هي القواعد التي تدوب في الماء؟ القواعد التي تدوب في الماء هي القواعد الضعيفة والمحايدة أو تمتلك خاصية إيش الحيادية أو المتردية. نيوترال نيوترال متردية مترددة. إذا هنا هنا بشكل عام إذا نقدر نقول القواعدات عبارة عن strong bases صح قواعد قوية. إذا بتكون تدوب في organic solvent تدوب في organic solvent and insoluble in water. شوف هنا الاستثناءات الاستثناءات الموجودة معنا يا شباب. هنا معنا ايش استثناء exceptions bases soluble in water. اذا المركبات اللي تذوب في الماء هي القواعد اللي تذوب في الماء هي bases soluble in water زي الكافيين والافيدرين والكودين. لماذا هذه المركبات تذوب في الماء؟ هذه المركبات يا عزيزي مالي الكافيين ليش تذوب في الماء؟ لانه weak base weak base قواعد ضعيفة. افيدرين ايضا قاعدة ايش ضعيفة. الافيدرين قاعدة ضعيفة. الكودين قاعدة ضعيفة. إذا الكولجيسين النيوترال بيسز البلوكربين وأيضا الكوتينري ايش أمين. إذا هذه المركبات أو هذه القواعد اللي تذوب ايش في الماء. إذا استثناء اكسبشن. إذا ايش يقول لك الآن إنه معظم القواعد تذوب في الأورجانيك سولفنت ولا تذوب ايش في الماء. نستثني الأشياء التالية أو الحاجات التالية. إذا الاستثناء الآن اللي هي الكافيين. لماذا استثنيت الكافيين؟ الكافيين من القواعد ايش الضعيفة. الافيدرين من القواعد ايش الضعيفه. الكودائين نفس الكلام. الكولشيسين البلوكربين والكورتنري ايش امينيوم عباره عن املاح قواعد ملحيه. بيسس انسولوبل اور سبرينكلي سولوبل ان سيرتين اورجانيك سولفنت. اذا المركبات هذه يا اما غير دائبه اور سبرينكلي سولوبل ان سيرتين اورجانيك سولفنت. المورفين والسيكوترين هذا تدف فقط في كام في الايثر. الثيوبرامين والثيوفيلين في البنزين. اوكي إذا الآن المورفين والسيكوترين. إكزامبل من الآن للبيسس إنسولوبل أو سبرينجلي سولوبل إيش إن سيرتين أورجانيك سولفنت. إكزامبل الآن المورفين والسيكوترين إيش بيكون القوة الذوبانية في الإيثر؟ بتكون إيش ضعيفة صح؟ يا إما سبرينجلي سولوبل ولا إيش إنسولوبل. الثيوبرامين والثيوفيلين بتكون أيضا إيش؟ يا إما إنسولوبل ولا سبرينجلي سولوبل فين؟ في الأورجانيك إيش سولفنت. إكزامبل استثناء. الأملاح سولز are usually soluble in water. إذا معظم الأملاح تذوب في الماء and insoluble or sparingly soluble in organic solvent. Exception استثناء. Salts insoluble in water اللي هي الكوينين مونوسولفيت. Salts soluble in organic solvents اللوبيلين هيدروكلورايد soluble in chloroform. لوبيلين ذنبل استثناء. يعني الآن لو قلت لكم اتكلم عن الذوبانية حق القلويدات ايش تقول لي؟ بتقول لي القلويدات القواعد القوية القواعد القوية لا تذوب في الماء وإنما تذوب في مركبات إيش العضوية. القواعد الضعيفة والمتعادلة أو المتردية فتكون تذوب في الماء وتذوب في مركبات إيش العضوية. بينما الأملاح بعكس فتكون تذوب إيش في الماء ولا تذوب في مركبات إيش العضوية. هذا بعدك عليك بالاستثناء بعد في معك استثناء صح. إذا أما قلت تكلم عن الذهبانية بتقول لي إذا القواعد القواعد أو القلويدات مركبات مركبات لا تذوب إيش في الماء. القواعد 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 مركبات لا تذوب إيش في الماء وإنما تذوب في مركبات عضوية مع استثناء. الاستثناء إيش الآن بتستثني؟ بتستثني القواعد الضعيفة لأنها تذوب في الماء. النيوترال أيضا القلويد بتكون إيش دائبة إيش في الماء تمام. إكسبشن سورس إنسولوبل ووتر هنا استثناء الأملاح اللي هي الكوينين من السلفيت و salts soluble in organic solvent salts soluble in organic solvent هي اللوبلين هيدروكلورايد. إذا اللوبلين هيدروكلورايد بيكون يذوب بمين؟ يذوب ايش؟ بالكلوروفورم. هنا الاوبتيكال اكتيفيتي النشاط الضوئي. Many alkaloids are optical active. إذا كل معظم القلويدات عندها القدرة أو عندها نشاط ضوئي due to the presence of one or more asymmetric carbon atom.
إذا لماذا معظم الكويت تكون قشطة ضوئية؟ لأنها تحتوي على كيرن كربون، تحتوي على من الأسيمتري كربون أتوم، فتحتوي على one or more، one or more. إذا هنا أسيمتري كربون، أيضا هم يجي يقول لكم تعال لماذا معظم الكرويدات اوبتيكالي اكتف؟ بسبب ايش؟ ان تحتوي على من الكيراليش كربون، الكيراليش كربون ان ذير ايش مولكولز اوبتيكالي اكتف ايزومرز شو ديفرنس فيسيولوجيكال ايش اكتيفيتي. اذا في معك ايضا انت بتختلف التاثير الدوائيه من مركب لاخر، عاده السالب او ايزومرز بهذا اليسار هذا يكون مور اكتف ذان دي بلس ايزومرز. اذا الافيدرين از 3 تايمز مور اكتف ذان دي ريبوتامين. اكزامبل مثال الريبوتامين is 3 times more active than the ريبوتامين. هنا امثله طبيعيه. اكسبشنات، الاكسبشنات والاستثناءات هذه قضيه حاجه ايش خارجه عن نطاقنا، دائما كل قاعده ايش استثناء. ان التوبوكولارين is more active than corresponding ايش 1 form كل ال form توبوكولارين. both quinine L form and its D isomers are active. The racemic DL atropine is physiologically active. هنا exception أو استثناء. الكيميكال كاركترز، إذا البسيج على إيش الآن بتعتمد القاعدة أو القواعد؟ على وجود زوج من إيش من الإلكترونات الحرة، على وجود زوج من الإلكترونات إيش الحرة. إذا القواعد the unchanged electron pairs on the nitrogen atom is responsible for الكرويد إيش بسيج. إذا على إيش تعتمد الخاصة القاعدة؟ على وجود زوج من الالكترونات ايش الحرة على درجة ايش النيتروجين. على وجود ايش تعتمد القاعدية للقرويدات؟ تعتمد القاعدية للقرويدات على وجود زوج من الالكترونات ايش الحرة على درجة ايش النيتروجين. strong bases القرويد can form salt. اذا القواعد القوية بتشكل لك املاح even with three weak acids مع الاحماض الضعيفة. اذا قواعد قوية زائد الحمض ضعيف يشكل لك ايش؟ صولت. بينما weak bases requires more acidic ايش؟ medium. قاعدة ضعيفة تحتاج الى مين؟ حمض ايش؟ قوي. اوكي. الانفوتريك كالكرويز او قواعد القنينة المترددة زي المورفين والسيكوترين والسيفالين هذه عادة تحتوي على الفينوليك ايش؟ جروب. اند نارسين كونتين سي او او جروب. اذا هذه مركبات لماذا نطلق عليها انفوتريك الكرويز؟ انفوتريك لانها تحتوي لمين؟ مجموعة مين؟ الفينول او مجموعة ايضا الكربونيل او مجموعة الكربوكسيل جروب. هذه المركبات تكون عادة نسميها ايش؟ ايش نطلق عليها؟ انفوتريك ايش؟ بروبرتيز. انفوتريك بروبرتيز تمتلك خواص ايش؟ قاعدية وخواص ايش؟ حمضية، يعني تسلك سلوك الأحماض وتسلك سلوك ايش؟ القواعد. هنا يا شباب effect of heat acids and alkaloids stability. إذا تأثير الحرارة والأحماض على ثباتية القواعد. الحرارة ايش تعمل؟ القلويدات بشكل عام ديكمبيوز تنحل بالحرارة. On heating while some of them soluble بينما بعضهم يحصل ايش؟ تنصهر تتسامى زي الكافيين. هنا معاك الاسيدز في الوسط الحمضي ايضا cold concentration acids my cause dramatic change. اذا الاحماض المركزه ممكن تعمل لك ايش الان؟ تغيير كبير بين بالتركيب الكيميائي من للقواعد. بينما الديلو اسيد my cause similar change. ايضا الاحماض الضعيفه مع التجفيف مع التسخين heating يعني هنا الاحماض القويه ممكن تعمل لك دراماتيك تشين تغيير كامل او دراماتيك. بينما الاحماض الضعيفه اذا عملنا تسخين ممكن تعمل لها ايش؟ نفس العمل نفس عمل من الاحماض ايش؟ القويه. الديهيدريشن some alkaloids have water loss water ممكن تفقد جزيء الماء to form anhydrous or abo alkaloids. اذا معظم الكربوهيدرات قد تفقد ايش؟ جزيء الماء لتشكل لك ما يسمى عندنا الشكل ايش؟ شكل غير مائي زي المورفين. المورفين انا كيف يتحول لابو مورفين؟ نتيجة فقد جزيء ايش؟ الماء. الاتروبين فقد ايش الان؟ جزيء الماء تحول لمين؟ لابو اتروبين. الديميثيليشن اذا الان ممكن اذا يحصل ايش؟ ديميثيليشن ان اور او ديميثيليشن اوف سبتين كويس كان تيك بليس اوبون هيتنج. اذا الحرارة او الاحماض الحرارة والاحماض ممكن تسبب لك ايش الان؟ ديهيدريشن. اذا متى يفقد الان القرويدات جزيء الماء؟ اثناء عند إضافة إيش حم أو عند التسخين. إذا عند التسخين أو أحماض ممكن يحصل الآن دراماتيكال تشينج. أي ممكن يحصل من دراماتيك تشينج للقلويدات؟ واحد ممكن تفقد جزيء الماء صح؟ زي مثلا المورفين يتحول لأبو مورفين، الأتروبين يتحول لأبو أتروبين،
الكوينين وأن الكوتين والكودين عند الفري. إذا ممكن يا شباب الآن نتكلم على إيش ممكن نقول الآن مثلا متى يحصل ديهيدريشنز عند تعرض القرويدات للأحماض صح؟ للأحماض المركزة أو الأحماض إيش؟ المخففة مع التصريف هيتين. إذا مع الهيتين ممكن يفقد الآن جزيء الماء ممكن يحصل إيش الآن؟ ممكن يفقد إذا جزيء إيش؟ ممكن ينزل له نسبة جزيء إيش؟ الميتين نسبة جزيء إيش؟ الميتين. إذا هذه مسمى بالتغيرات اللي ممكن تحدث عند تفاعل القرويدات مع من؟ مع الأحماض أثناء عملية إيش؟ التسخين. إذا أثناء التسخين تسخين القرويدات مع الأحماض ممكن يؤدي إلى فقد جزيء إيش؟ ماء. فقد جزيء إيش؟ ماء. ممكن أيضا يفقد القرويدات تفقد إيش الآن؟ جزء أو مجموعة الميتين. مجموعة الميتين متى تفقد مجموعة الميتين؟ أيضا عند معالجتها إيش بالأحماض إيش؟ المخففة مع من؟ مع التسخين. أوكي. ملزم بالكوينين الكوتين كودين أند الفرق. تمام. الكيميكال بروبرتيز in addition to carbon, hydrogen and nitrogen most القرويدات contain oxygen in their molecules. إذن معظم القرويدات تحتوي فقط على الهيدروجين والنيتروجين والكربون. درجات سيا كربون هيدروجين and nitrogen.